فتيات بعن عذريتهن بالمال. ربما كان فعلا غير أخلاقي، ولكنه للأسف أصبح موضة رائجة في الغرب من أجل الانتفاع المادي أحيانا أو الشهرة أحيانا أخرى. روزي ريد. في عام 2004 الفتاة الإنجليزية روزي ريد التي تبلغ من العمر 18 عاما باعت عذريتها في مزاد علني من أجل تسديد مصاريف دراستها الجامعية، وقد وصل السعر بالمزاد إلى 12,700 دولار، وفاز به رجل مطلق في منتصف العمر وكان على استعداد لدفع أكثر من هذا المبلغ ليحوز على عذرية روزي. ألينا بيرشيا. في عام 2009 الفتاة ألينا من رومانيا عرضت عذريتها للبيع في مزاد علني لتتمكن من دفع مصاريف دراستها في مجال الحاسب الآلي، وانتهى المزاد بفوز رجل إيطالي في 45 من عمره بمبلغ 13,300 دولار. شاتونيها. وضعت الفتاة شاتونيها من سيبيريا إعلانا تعرض فيه بيع عذريتها، قالت فيه: ليس لي عادة سيئة وشكلي مقبول، وتم بيع عذريتها مقابل 28,000 دولار لرجل مجهول. وتقول شاتونيها أنها اضطرت لفعل ذلك لأنها كانت في حاجة ماسة إلى المال، وإلا لما باعت أغلى شيء تملكه. كاتارينا ميغليوريني. عام 2012 أعلنت شابة برازيلية تبلغ من العمر 20 عام عن بيع عذريتها في مزاد علني، وقد أثار ذلك جدلا واسعا في البرازيل وهجوما كبيرا عليها من الصحف، ولكن المثير للدهشة هو شهرة العالمية التي حصلت عليها الفتاة عبر الإنترنت، والتي وصلت إلى حد تلقيها الكثير من عروض الزواج من آلاف شباب حول العالم. ونفت كاتارينا الاتهامات الموجهة لها بتشجيع الاتجار بجسم المرأة وممارسة الدعارة عبر شبكة الإنترنت، مستندة في دفاعها عن أنها ستتنازل عن جانب كبير من المبلغ الذي ستتحصل عليه مقابل عذريتها إلى إحدى المنظمات الخيرية التي تعمل في مجال البحث عن مأوى لفقراء ولاية سان كاترينا البرازيلية. وحسب ما ذكرته بعض الصحف، فإن كاتارينا قد تلقت عرضا بالزواج من ثري عربي مقابل 1.5 مليون دولار، وذلك مقابل إلغاء المزاد والزواج به وبشرط أن تعتنق الإسلام. وتقول كاتارينا أنه يتحدث 11 لغة ويعيش في قصر جميل، إلا أنها ألغت المزاد في النهاية ولم تقبل أي من العروض، وتحولت لنجمة معروفة في برنامج تلفزيون الواقع بعد أن حققت شهرة عالمية. رافائيلا فيتشو. العريضة الإيطالية رافائيلا فيتشو باعت عذريتها عندما كانت في 20 من عمرها عام 2008 في مزاد علني مقابل 1.8 مليون دولار. وقررت رافائيلا شراء منزل جديد في مدينة روما الإيطالية والإنفاق على دروس التمثيل، واليوم هي عريضة أزياء وفتاة إعلانات معروفة. إنتاج صوتي لأوديو لابي. اشترك في قناة أوديو لابي على اليوتيوب للاستمتاع بجديد الكتب والمقالات الصوتية الرائعة والمجانية. أوديو لابي، شارك المعرفة. بأن تعرف أن بعض عريضات الأزياء العالميات التي يتألقن كل يوم على صفحات المجلات كنا في الأصل رجالا، لكنهم خضعوا لعمليات تحول جنسي ليتحول. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.